مساء الخير لك ولضيفك ولمشاهدينك. يا هلا فيك. طبعا استاذ فضل الله، الامر على دقته وعلى خطورته لا يحمل الكثير من الاسئله والغوص في التفاصيل، ولكن بالنسبه لكم انتم المعنيين مباشره بما حصل، حضرتك كنائب عن حزب الله، ماذا تقول ازاء ما حصل؟ بدايه خلينا نعزي عوائل الشهداء المظلومين الذين قضوا اليوم، وأيضا نتمنى للجرحى الشفاء العاجل. نحن أمام حادث خطير وكبير جدا جدا جدا. المستهدف ليس فقط حزب الله، لأنه اللي طلعوا عم يشيعوا هن مواطنين مدنيين فيهم أطفال فيهم نساء، ومعلن عن التشييع سلفا ورايحين على بيتهم في خلدي، إلا إذا حدا بده يعتبر هذه المنطقة تحتلها عصابات ومطلوب اجتثاث هذه العصابات من ذلك المكان. نحن اليوم تعاطينا بأعلى درجات المسؤولية الوطنية وقت انضبطنا الأمور ودفعنا باتجاه المؤسسات الرسمية، لأن المسار اللي بدنا إياه هو المسار القانوني، المسار مسار الدولة. وهذا موقف دليل قوة وليس دليل عجز. نحن لسنا عاجزين أمام هذه العصابات المجرمة، والدليل أننا لسنا عاجزين وأننا نمتلك القدرة أن وقت هذا المجرم قتل المظلوم علي شبلي وانمسك راح تسلم للدولة. ما رحنا على منطق ثأري. حتى اللي عم يدعوا أنه العشائر، معليش نحن كل عمرنا بنعرف أنه العشائر عندها قيم، العشائر عندها قيم. هل من قيم العشائر القتل بهذه الطريقة؟ وهل من قيم العشائر الاعتداء على مشيعين وعلى جثمان وعلى أطفال ونساء؟ هذه هي قيم؟ هذه شيم العصابات وليس قيم العشائر. هذا سلوك العصابات، ما اسمه شيم كمان، هذا سلوك العصابات المتمردة على القانون وعلى الدولة، أنه تقتل بدم بارد. هذه ما صارت حتى يمكن بأسوأ محطات الحرب الأهلية بالسنوات اللي شايف البلد، ما شفنا عصابة بهذه الطريقة تروح تقوس على المشيعين وعلى جثمان. نحن اليوم تصرفنا بهذا السلوك الوطني العالي، لكن ما عليه، بالبلد كلنا بنعرف بعض وبنعرف حالنا وبنعرف انه مثل ما بيقولوا في حدود للصبر. نحن من سنه، اكثر من سنه، من 17 20 من وقت بدات هذه العصابات تقطع الطرقات واستغلت وجع الناس والام الناس. انت استاذ جورج بتعرف، والاعلاميين بيعرفوا، والراي العام، اغلب الراي العام بيعرف كيف كانت عم تنذل الناس وتنهان على الطرقات من سنه. ونحن بنقول طريق الجنوب تتعرض لاعتداءات، طريق الجنوب يذل عليها الناس ويهان عليها الناس، وعم ندعي جمهورنا، كل العالم مع سلاح، كل العالم مع سلاح بلبنان، عم ندعيهم انتوا طالعين مسلحين ما تقوسوا على الطريق، ما علي شيء اصبروا وتحملوا. وانتوا بتعرفوا يا جمهورنا يا ناسنا، هيك كنا نحكي مع ناسنا. هلا اللي كنا نحكيه بالجلسات الداخليه بدي احكيه على الاعلام، بدي احكيه على الاعلام، كنا نقول لهم يا ناسنا وقت انهي العصابات كانت في الجرود وبعث لكم سيارات مفخخة طلعنا عليها واجتثيناها بأعلى الجبال من الجرود. نحن مش عاجزين ونحن قادرين، بس نحن بالداخل بدنا الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. عم نقول للناس اصبروا وتحملوا، انتوا سلاحكم بايدكم وانتوا عم تمروا على الطريق وعم يعتدوا على سياراتكم وبيكسروهم، هالكم عصابي، هالكم مجرم، هالكم قاتل، تحملوا 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 كرمال البلد. طيب اليوم، اليوم شو بتقول للناس؟ اليوم شو بتقولوا للناس؟ اليوم في كمين، في كمين مدبر. أول خطوة بده يعملها تعملها الأجهزة الأمنية، حتى ما حمل جهاز واحد. يعني حتى ما أقول فقط الجيش، الجيش طلع انتشر. وكنا بنتمنى الإجراءات الأمنية تكون قبل أثناء التشريع، يعني قبل الحادثة، لأنه التشريع معلن عنه. ومش نحن، مش عناصر حزب الله اللي طلعوا هن حملوا الجثمان أو حملوا، لا، الأهالي. وهي العصابات بتعرف لو في اجراءات ما كنا بنوصل لهم. اذا يعني بكلامك في تحميل مسؤوليه للاجهزه الامنيه، انه في في اتحمل مسؤوليه، في اتحمل في تقاعس، في تقاعس من قبل الاجهزه. لدقه الموضوع، خليني استاذ جورج، لدقه الموضوع، نعم، هي طبعا تحمل مسؤوليه. اي حادث بلبنان مسؤوليه الاجهزه الامنيه. نحن اذا بصير في مشكل بضيعه بحي بيعرفوا الاجهزه الامنيه، نتصل فيهم
بنقول لهم تفضلوا. يعني كان المفروض برايك على اثر اللي صار امبارح يصير في انتشار امني من الليل او من الصبح؟ لا لك ليش نحن عملنا سلوك انساني امس، حزب الله والناس عملوا سلوك انساني امس وقت السبت، يعني وقت هذا القاتل المجرم فات قتل بهذه الطريقه. طبعا هو مش لحاله، اكيد في معه حدا مسك، ما حدا راح قتله دغري، ما حدا راح قتله رغم انه بالفيديوهات امام الناس قدام كل العالم قتل. شو عملنا؟ شو عملت العالم؟ العالم الانسانيه الحضاريه اللي عندها سلوك شرعي وقانوني شو عملت؟ مسكته، سلمته للجيش، للمخابرات، للدوله، تفضلوا حققوا معه وانتم خذوا الاجراءات. ما رحنا قوسناه وقتلناه، الناس كلها مع سلاح، هو هذا الشاب المظلوم كانوا فرضوا على جنبه، ما حمل مسدس وقوسه. ليش؟ لانه هذا سلوك انسان، نحن هيك، هذا حزب الله. طيب شو كان الرد من هذه العصابات؟ هذه عشائر، هاي العشائر هيك بترد، هاي عصابات. شو كان الرد على هذا السلوك الانساني؟ نحن سلمناه للدوله. نعم. راحوا يقوسوا على المشيعين. استاذ فضل الله، اول خطوه بس خليني اقول لك، خليني بس اقول شو المطلوب اليوم. كمل هالفكره. اول شيء نحن الدولة لازم تتدارك الحادث قبل ما يوقع، مش بعد ما يوقع، قبل ما يوقع، خصوصا انه هذا معروف، معروف التشييع والتوتر كان موجود من قبل هالعصابات. يعني ما في معلومات عند الاجهزه الامنيه انه في ناس على سطوح البنايات؟ شو عم تعمل الاجهزه الامنيه كانت؟ شو عم تعمل؟ في مئات المدنيين ماشيين على الطريق وعم يتقوس عليهم بلبنان. وين هذا بيصير؟ انه هذا سري كان، تشييع مش معلن، مش معروف، وين كانوا؟ طيب عال راحت هذه الجريمه وصلت لهذا المستوى الخطير. نعم. هلا شو المطلوب؟ رؤوس هذه العصابه وافراد هذه العصابه اللي بعضهم حط صوره على الفيديوهات هو عم يقوس، وين هن؟ مش قادرين توصلهم للاجهزه الامنيه؟ مش قادرين توصلهم؟ بلا ادري. انا بقول لك مخابرات الجيش وفرع المعلومات والامن العام وامن الدوله بيقدروا يوصلوا لهم. اول خطوه استاذ جورج اللي عم يحكوا بالفتنه، وانا بدي اقول لك بلبنان ما في فتنه، في عصابه، ما حدا يدافع عن هالعصابه، وما حدا يتلطى طائفيا ومذهبيا ورا هالعصابه، اللي بيتلطى ورا هالعصابه هو بده ياخذ البلد على الفتنه، هاي عصابه الكل لازم يرفع القطاع عنها، لازم يقولوا هاو مجرمين اطلقوا النار على مدنيين اثناء تشييع، بيروحوا بيمسكوا بتحولوا على المحاكمه، هذا الحل. فيما لو لم يحدث هذا الامر، شو موقفكم بيكون؟ شو بتعملوا؟ هلا انا ما بدي احكي شو اجراءاتنا وشو موقفنا. هلا انا بالخطوه الف، بس لانه في تصريح بالخطه الف، بعد ما وصلنا لباء باء ما بدي فوت فيها هلا. بس حضرتك قايل انه هاي العصابات ما بتهدئ قدام الحزب خمس دقائق. انا بقول لك كنت عم اقول لك اياها قبل شوي، عم اقولها لجمهورنا ولناسنا. انا بقول لك ناسنا اليوم عم يطالبونا اطلعوا اجتثوا هذه العصابات. جمهورنا اليوم يغلي وبيقول لنا اذا بدكم تطلعوا تجتثوا هالعصابات. نحن عم نقول لجمهورنا، يا جمهورنا مش عن عجز، مش عم نطلع بنجتثى، نحن قادرين بخمس دقائق نطلع نجتثى اذا بدنا نجتثى، بس نحن ما عم نشتغل هيك بالداخل، هذا هو موقفنا، نحن لو بدنا قاعد نطلع بنجتثى وما بتهدي معنا خمس دقائق، بس نحن عم نقول مش وظيفتنا، مش مسؤوليتنا هلا، مسؤولية الدولة. نعم. مسؤولية مؤسسات الدولة. طيب استاذ فضل الله، مسؤولية القوى الأمنية. سؤال حضرتك، أنا هذا الكلام للجمهور استاذ جورج. نعم. في اليوم عدد من الشهداء المظلومين، في عدد من الجرحى، في شعب لبناني عم يغلي، في جمهور عم يغلي، بعدين يسمعوا القوى الأمنية والقوى السياسية والمرجعيات الدينية بدها تسمع. بدكم فتنة؟ تفضلوا اطلعوا سلموا هؤلاء القتلة إلى الدولة. بدكم تخلوهم مخبيين؟ بدهم يضلوا مخبيين، بدكم تعرفوا الناس ما بتسكت عن دمها، بدهم يلتفتوا. نحن مش قادرين نضبط كل الناس. نحن اليوم أنا عم لك أهل الشهيد هن طلعوا. هني طلعوا بدهم يشيعوا ابنهم، شو صار معهم؟ واحبائه واصدقائه انقتلوا؟ انظلموا بهذه الطريقة؟ ظلموا بهذه الطريقة أمام على الكاميرات عم بتصور؟ وفي عصابات موجودة على أسطح البنايات وعم تقوس؟ لا. أول نقطة، ما حدا يحكينا بالفتنة بلبنان، لا توجد فتنة في لبنان، توجد عصابات مجرمة. سؤال أن تحاكم هالقد. سؤال حضرتك قلت أنه الأجهزة الأمنية كان المفترض يكون لها تواجد، خاصة أنه جريمة صارت مبارح والتشييع اليوم، ومعروف أنه التشييع اليوم، وقلت أنه لازم الأجهزة الأمنية تكون موجودة بالمكان لحتى تضبط الوضع لأنه في توتر. طيب بالمقابل أنتم كحزب ما كنتوا متواجدين؟ يعني العناصر الأمنية للحزب، وبنعرف نحن أنه الحزب يعني دقيق جدا بالمسائل الأمنية، ألم يكن هناك تواجد أمني للحزب وخاصة بهذا الظرف الدقيق؟ حزب الله لم يكن جزء
كحزب اول شيء لو بده يكون جزء من هذا الاشتباك، ما بديش احكي هلا كلام الناس بتعرفه، عرفت كيف؟ الناس بتعرفه. لا، في مدنيين، في اهالي، في مواطنين كانوا طالعين يشيعوا، طالعين على البيت، على بيتهم، على ملكهم، على رزقهم، طالعين لعند. بس ما كان في مواكبة أمنية من يعني بس أنا سؤالي، ما كان في مواكبة أمنية نظرا لدقة الوضع؟ هيدي من هون سؤالي يعني. ايه ما ماشي، ما في مشكلة، أنت سألت جورج وأنا بجاوب بالموقف اللي حزب الله بده يقوله. أول شيء نحن بس يكون في أي أمر من هذا القبيل نطلب من الدولة، من الجيش، من القوى الأمنية. بدي ارجع اقول لك، اهل الضاحيه بيعرفوا، اهل الجنوب بيعرفوا، اهل البقعه بيعرفوا. بس يكون في مشكل بين اخين احيانا اخوه بنجيب القوى الامنيه اذا ما قدرنا صلحنا هون. نحن بنقول قلنا للقوى الامنيه هي بدها تحمي التشييع. بس نحن بدنا نحمي التشييع، نعرف كيف نحمي التشييع. نحن دائما عم نقول مؤسسات الدوله والدوله، ونلجا للدوله والمسار القانوني. ما عم نلجأ للمسار الحزبي، لا بالمناطق اللي متواجدين فيها ولا بغير المناطق غير متواجدين فيها. وشو بدك بكل التضليل وبكل التشويه وبكل الاتهامات وبكل اللي بينحكى علينا؟ نحن اخر شيء هولي هذه النوع من الاتهامات احيانا عم نعطيها الاذن الصماء، لكن اليوم لا، اليوم بيعرفوا مخابرات الجيش والمعلومات والبقية الأجهزة الأمنية بيعرفوا انه نحن ما كنا مواكبين امنيا هذا التشييع، ما كنا مواكبين امنيا هذا التشييع، لانه معتمدين على مؤسسات الدوله. وبتعرف هذه العصابات ومن وراء هذه العصابات. لو حزب الله اللي هو طالع بقوته كحزب الله بيعرفوا شو كان مصيرهم، لكن نحن كنا عم نقول للدوله تفضلوا انتم، ما بدنا نفوت نحن بمشكل مع حدا ولا باشتباك مع حدا. نحن كل اللي بدنا اياه نروح على المعالجة الفعلية، ما تتركوا هذا الجمر تحت الرماد. يا مسؤولين، يا قوى سياسية، يا ناس، يا أهل العقل والمنطق والدين، لا تتركوا هذه القضية جمرا تحت الرماد. لا الطريق تتركوها جمر تحت الرماد. هذا حادث مفصلي، هذا حادث أساسي بالبلد. نحن اليوم تصرفنا بمسؤولية وطنية لضبط الأمور، تصرفنا مع ناسنا خلاف رغبات هذا الجمهور الكريم والشجاع والجريء. وانا معلش عبر قناتك بدي اقول لهم لهون الناس، انتم عم تتحملوا لانكم انتم اقوياء، وانتم عم تتحملوا لانكم انتم انتصرتوا بتموز وبآب، وانتم عم تتحملوا لانكم انتم بدكم الكرامه قبل اللقمه، وانتم عم تتحاصروا وعم تتعاقبوا وعم تتعرضوا لهذه المظلوميه لانكم انتم هيك. بس انتم بتعرفوا حالكم انه انتم اقوياء، ولانكم اقوياء تتحملوا وتصبروا. وانتم صبرتوا اليوم، الناس صبرت اليوم والناس تحملت اليوم. في قتلى قدامها عم تسقط بالارض وهي عم تضغط على اعصابها وتضغط على عواطفها، ونحن عم نضبط الامور ونحن عم نساهم بضبط الامور. استاذ فضل الله، هون الناس عم يتحملوا استاذ جورج كثير. بس بدي اقول لك هذا التحمل قد يصل الى مرحله ما علي شيء يصير ينقال يا ريتنا بعد عملنا هالاجراء وهالاجراء وهالاجراء. يعني هيدا بمثابة تهديد أو بمثابة إنذار أو بمثابة شو؟ شوف، حزب الله ما بيهدد، إذا بده يشتغل شيء بيشتغله من دون ما يهدد. أنا عم نبه كنائب تنبيه في مجلس النواب اللبناني، أمثل هذه الشريحة المظلومة التي ظلمت اليوم، أمثل هؤلاء الناس المقتولين. أنا عم أقول للمسؤولين بالقوى السياسية وبالقوى الرسمية، عم نحذر من مغبة التهاون مع ما حصل، عم نحذر من مغبة أن تميع المؤسسات الرسمية ما حصل، أنه يلا ما هذا بيبنوا. لا، من سنة ونص نحن عم نطالب وعم نناشد، ما تنطروا الحادث ليوقع وتقولوا يا ريت، أو تيجوا تصيروا تحملوا مسؤوليات. نحن عم نقول لمؤسسات الدولة، عم نطالبها من موقعنا النيابي والحزبي والشعبي، تروح تتحمل مسؤولياتها، تروح تفكك هذه العصابات اللي على الطريق، اللي عم تفرض قوات، اللي عم تبتز الناس، اللي عم تهين الناس، اللي عم تعتدي على الناس. تروح تفككها، ما بدكم تفككوها، ما تلوموا العالم بعدين، ما تلوموا العالم. طيب بدكم تروحوا تفككوها، ما بيبقى الناس رهينه لهذه العصابات المجرمه القاتله. هذا اللي بدي اقوله اليوم. بيبقى اسالك لانه عم يوصل لي الكثير حتى من الفيديوهات، من ارقام ما بعرفها، وانه في فيديوهات بتوثق انه اللي صار وهو انه المشيعين شالوا صوره الشاب يلي استشهد المره الماضيه، ومن وراء هالشيء قال صار التوتر وصار اللي صار. يعني ما بعرف هون، يعني انا علي انقل شو عم بيوصل. لا، انت عليك تنقل وانا علي جاوب.
شوف استاذ جورج، ما حدا ياخذنا على التفاصيل الجزئيه، في قتله، في دم بالارض، ما حدا ياخذنا على صوره، يعني على فرض حدا شال صوره بنروح بنقتله؟ بنروح بنقتله؟ ما اجى واحد قتل وسلمنا للدوله، قتل على امام الكاميرات صورته، خلي عروض الفيديو القتل اللي قتله، هيدا اللي قتل الشاب المظلوم علي شبلي، قتل قوته، رحنا سلمناه للدوله. بده يجي يقولوا لنا بمنطق، بمنطق العصابات، انه والله في ناس خزقوا صوره، بنروح بنقتلهم؟ هذا هو المنطق؟ هي شريعه الغابه اللي يعيشونا فيها؟ لا، ما راح نسمح لهم. هي العصابات، انا اعمل لك وبكل هيك يعني مسؤوليه وطنيه، هذه العصابات لا يجوز ان نسمح لها ان تتحكم بالبلد، تتحكم بالطريق وتتحكم بالناس، بمعزل عن اي سلوك صار على الطريق. في مسلحين على البنايات مصورين، صوروا حالهم وعم يتباهوا وعم يقوسوا على العالم. هي الجريمة، هذا هو الكمين الذي كان مدبر والذي كان جريمة عن سابق تصور وتصميم. هذه الجريمة يجب أن تحاسب، الدولة بدها تحاسب، الدولة بدها تحاسب، بدها تتحمل مسؤولية. ونحن كحزب على مستوى القيادة العليا، من سماحة الأمين العام إلى المسؤولين المعنيين، عم يتابعوا هذا الموضوع ومع الناس وحد الناس وإلى جانب الناس، عم تصرف بحكمة وبمسؤولية، لكن أيضا بحزم وبإصرار أنه نوصل لمعالجة جذرية ولحل نهائي لهذه القضية، لأنه خلص يعني بدنا نوصل للحل نخلص. بدنا نقول لهم خلصنا هون وخلصنا. أنا بدي أشكرك عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على هذه المداخلة، شكرا لك، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا.